البنات شوفوا شنو جبت لكم الكولونات ديال زارا اليوم اختي في اكسيون. في زارا البنات دايرين 25 اورو وهنا في اكسيون البنات دايرين 6 أورو 99. عرفتي سخيخنين سخيخنين والكاليتي ديالهم واعره يا البنات، وكتجي فيهم هاد لاكين هادي اختي كتجمع لك الكرش وكتجمع الجناب والكاليتي ديالهم واعره يا البنات. في زارا 25 اورو وهنا في اكسيون البنات 6 أورو 99. احسن ما جربتها البنات في اكسيو وهو هاد البرودوي هذا، هادي سبراي وهذا الكريم ديالو يا البنات. اختي كتغسلي شعرك وكديري لشعرك ما كتشليش اختي، كتخليه في الشعر شي حاجه زوينه البنات اللي كتخلي لك الشعر ديالك بوكلي وما كيبقاش لك مشحل في البنات، ما فيه لا سيليكون لا حتى شي حاجه. لأول مرة البنات كنلقاهم هنايا في اكسيو هاد الميني بلاي يا البنات، شي حاجة زوينة هادو كديري فيهم أي حاجة أختي وكتدخليها للفران، فهمتوا البنات؟ وأبخي كتقدميهم على هاد الشكل هذا، عرفتي علم زويناتهم وحاطينهم في اللوينات. كيعجبني الشكل ديالهم البنات، هاكا تحطيهم في الصالون ديري فيهم ديكورات، تحطيهم الأخوات حتى في الكوزينة ديالك وتحطي فيهم لي زيبيس، فيهم واحد الشكل واعر يا البنات، عرفتي راه كيحطوهم في اكسيو كيطيروا يا الأخوات. سمعوني مزيان البنات، هاد البرودوي هذا من بعد راه ما غاديش يبقى، فاش غيدخل الجود غتولي ديك الجريحه ما غاديش تبقاو تلقاو. هذا واعر البنات، كتفيقي في الصباح كتلقاي الطوموبيل ديالك الدجاج ديالها متلج، كترشي عليها غير هاد البرودوي هذا وكيمشي البنات التلج كيمشي. وشوفوا لي الثمن ديالو غير أورو 89. كي جاتكم الريحه ديالها؟ والله شوفي والله عرفتي ما كاينش اللي ما كيدوش ويشم وكيقول لي يا بشرى الريحه ياك زوينه. شوفوا البنات طاروا الاكسي خذوها والله البنات هي زوينه. هذه الثمن ديالها 8 أورو 95 ولكن راه كتبقى من الجديد. احسن كريم كتعجبني يا البنات وهي هذا الكريم هذه هنايا في اكسيو. عرفتي البنات الكريمات كلهم محطوطين الا هذه بقات غير وحده البنات، هذه راه اختي فيها ديال الليل وديال النهار وكتصفي لك البشره 95% ناتشورال البنات ناتشور. كيحطوا في اكسيو البنات كيطير هاد الشامبو ديال الكيراتين، شي حاجه واعره يا البنات. كاين اختي شامبو ديال الكيراتين وكاين الماسك ديالو البنات، هادو بالنسبه للشعر الناشف واللي الزغبه ديالها اختي حرشه، وبالنسبه للشعر النورمال اختي راه كاين هاد الماسك هذا ديال ارغان البنات مخدوم بالزيت ديال ارغان وغير في 3 دقائق اختي كيرطب لك الشعر، والثمن ديالهم البنات اللي خيالي. لأول مرة البنات كنلقاهم هاد السوبيرات هادو، عرفتي راه فيهم ما شاء الله 13 سوبيرة البنات، 13 وفيهم الأحجام كلهم البنات الصغيرة الكبيرة المتوسطة، والثمن ديالهم راه ما غاليش، كاين هاد الموديل هذا وكاين حتى هاد الموديل هذا اللي فيه 7 ديال السوبيرات البنات، حتى هو من الكبيرة حتى الصغيرة، مدخلين ما شاء الله بزاف ديال الجديد. اللي خاصها شي فخيتوز طير اختي هنا الاكسيو جابوها لكم، ولا مارك ديال طيفال البنات فيها على حساب 8 ديال فيها على حساب 6 ديال الناس و8 ديال لي غوسيت، يعني كطيب لك الدجاج كطيب لك الحوت كطيب لك اللحم كطيب لك المادلين كطيب لك اي حاجه وكتبقى لا مارك ديال طيفال. السلام عليكم البنات كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بالف خير بالف صحه وبالف عافيه. اختكم بشرى جات اختي الاكسيو ديال فالمي صبحت عليا البنات. اختي راه اكسيو البنات خاصك تجي لي في الصباح اكسيو وبريمارك البنات خاصك تصبحي عليهم، كتلقاي اختي السلعه محطوطه كلشي مقاد واللي بغيتيها كتلقايها. اختي جيت نبارطاجي معكم بزاف ديال الحويجات اللي زوينين. المهم اول حاجه البنات غنبارطاجي معكم واحد البرودوي اللي جربته خديته يا البنات جربته، شي حاجه اللي غترحموا لي عليها الوالدين. هذا البرودوي يستعملوه الوليدات الصغار كما يستعملوهم يعني الصغار والكبار، ما عندك اختي مناش تخافي. هذا اختي اللي شعرها حرش انا البنات خديته استعملته لبنتي، ما غاديش نكذب عليكم ما فيه لا سيليكون، قلبت عليها البنات ما فيه حتى شي حاجه، واحد البرودوي اللي ناتشور ما فيه حتى شي حاجه شيميك ولا اللي غضر لكم بالشعر ديالكم، بالعكس فيها منفعه اكثر اختي، ما فيهاش كاع المضره. هذا عباره اختي على واحد الكريم داير بحال الشكل ديال الزبده، وهذا اختي عباره على سبراي فيه واحد الريحه غزاله كتبقى لك في الشعر. هذا اختي فاش كتغسلي الشعر ديالك كترشيها اختي بهاد السبراي هادي اللي فيها الريحه ديال الكوكو زوينه اختي، وكيبوكلي لك الشعر ديالك، يعني ماشي يعني كيبقى لك هذاك داك البوكلاج ناتشور الزوين، والزغبه كتكون كتبقى زوينه ماشي ناشفه كيبقى داك الشعر مشوك مشحل، فهمتوا البنات؟ هذا زوين. وكاين اختي الا ما بغيتيش تاخذي السبراي البنات تقدري تاخذيهم بجوج، فهمتي؟ ديري سبراي وابخي ديري الكريم، ولكن في حاله ما اختي الا ما بغيتيش تاخذيهم بجوج، وهذا كيجي عباره على كريم اختي فاش كتغسلي شعرك كديريه على الشعر ديالك، ولكن راكي ما كتشليش اختي حتى كتسالي التدواش وكتنشفي بشعرك بواحد الفوطه عوض ما كديري هكا الزيت اللي كنديرو حنا عادي زيت، ولا كديري هاد الكريم هادي على الشعر ديالك وما كتشليش اختي، كتخليه وكتمشطي الشعر ديالك كيسهل عليك عمليه المشط المشيط، ومن بعد اختي
كيبقى لك داك البوكلاج الزوين والشعر ديالك كيبقى زوين، وكيعالج البنات الشعر المتضرر، شي حاجه زوينه اللي البنات ما غادي تضركم حتى حاجه، غترحموا لي اختي الوالدين عليها. وعن تجربه اللي الثمن ديالها €99. وبطبيعه الحال اختي ما نساوش الشامبوان ديال الكيراتين، كنقولها لكم البنات جيو الصباح بكري كتلقاو كلشي مقاد والسلعه موجوده. هاد اختي ديال الكيراتين اللي والله خصوصا هاد اكسيو ديال فالمي ما كنلقاهش اختي الا جيتي في العشيه، والله اختي ما تلقاه. الثمن ديالو €2.49. وديال الكيراتين البنات هذا مرطب الشعر، بالنسبه للاخوات اللي شعرهم مشحلف اللي شعرهم اختي حرش يستعملوا يا البنات هذا ديال الكيراتين، راه كاين حتى الماسك ديالو اللي اختي الثمن ديالو €2.49. ها هو الاخوات الماسك ديالو، شفتوا راه لقيتو محطوط ما شاء الله، ماشي بزاف هذا راه كيطير البنات هذا ديال الماسك ديال الكيراتين. كاين اختي هذا ديال الكيراتين، وكاين حتى هذا البنات مخدوم، هذا البنات مخدوم بديل الكوك ارغان، لا البنات هذا ديال ارغان. هاي شفتوا اخواتي حكاين حتى ديال الكوك، هذا ديال ارغان. هذا البنات قال لك غير في 3 دقائق كيرطب لك الشعر البنات. بالنسبه للاخوات هذا يعني الشعر النورمال الشعر العادي، اما اللي شعرها يعني ناشف وحرش تستعمل هذا البنات ديال الكيراتين. ها هو البنات قال لك في 3 دقائق كي يعني كيرطب لك الشعره ديالك الزغبه ديالك، اللي الثمن ديالهم البنات ما غاليش €9.90. الاخوات الاخت خدات هذا الشيء ديال اسيرين اوكسيداب البنات، قالت لي والله اختي شوف خدات وعقبات رجعت خدات كنتي انت كثيره يا اختي ما بيض لك ما حتى شي حاجه والو ما بوجاش. قالت لي والله اختي كاين اللي داروا تيست في الماء وهم داروهم في الماء اها وما بيضوا ما حتى شي حاجه والله. هي البنات هي خداتهم من اكتيشو ما شاء الله الكونتيتي اللي خدات، قالت لي اختي ما كيتبوجا ما كيتبدلش اللون ديالهم. شوف التيكات شوف هما البنات قالت لك اللي فيهم التيكات. شكرا حبيبه بالصحه والراحه. لقيتهم ما شاء الله يا البنات عرفتي مدخلين بزاف هكا ديال السنيسلات واعرين، راكم شفتوا الاخت والله الاخوات عرفتي لقيتها هزه بزاف ديال هاد لي بيجو هادو عرفتي. وانا والله وانا نسولها قلت لها اختي، قالت لي والله اختي الا جربتهم قالت لي شي حاجه واعره. البنات وصدقت من المتتبعين ديالي والله تحيه ليها، قالت لي اختي بشرى والله العظيم اختي الا قالت لي ما كيتبوجوش البنات، انا ماشي هادو اللي مجربه، هادو اللي خديتها البنات راني كنت بارطاجيتهم معكم، هادو عن تجربه شخصيه، هادو البنات راه ما تيتبوجاش، هادو عجبتني البنات هاد السنيسله. شوفوا البنات راه غير €2.99. قالت لي اختي جربتهم زعما ما تيتبدلش اللون ديالهم، وجايبين عرفتي راه بزاف ديال الموديلات مدخلين ها انتم يا البنات. وهادو اللي كنت بارطاجيت معكم البنات في الفقره ديال المشتريات اللي عجبوكم، كنشكركم يا احلى اخوات واحلى متتبعات. هذه خديتها والله الا بغيتي كنصحكم تاخذوها، عمليه وزوينه وسهله، كتجبدي غير قطن هكا كتخشي صبعك بلا ما تجبدي القفاله بحال هكا بلا ما تحيديها، والله هي البنات شي حاجه زوينه. الثمن ديالها €99. وكاينه هذه ديال لي كوطون، هذه اللي زوينه البنات، كتخشي هاد لي كوطون من هنا وكتبقاي تهزي غير من هنا البنات، شفتوا من هنا منين كيخرج زوينين وكيجيو حتى هكا يعني تحطهم فين ما حطيتيهم البنات حتى الشكل ديالهم كيجي غزال، وراه ما غاليش البنات. هذه ديال الكوطون ديال ودنين راه غير €79، وحاطينهم ما شاء الله بكونتيتي كثير يا الاخوات. شوفوا الاخوات، شوفوا الاخوات هي الاخت كتحط السلعه، قالت لي بارطاجي مع البنات ياك هذا اختي ولا الغوز؟ هذا قالت لي بارطاجيه مع البنات. والله الا الاخت هي خدامه في اكسيون، قالت لي هذا انا جربته شي حاجه زوينه، قالت لي كنحيد به كنطوي به الوجه ديالي، قالت لي بارطاجيه مع الاخوات. والله هي البنات ها هو الثمن ديالو €2.89، كتحيدي به الماكياج البنات، كينقي لك البشره، راه واخا تغسلي الوجه ديالك البنات، انا راه واخا كنغسل وجهي راه كنحيد البنات، راه كديري هكا هاد لي ديسك هادو ديال القطن وكتنطوي غسلي وجهك ومن بعد خذي القطن ونطوي الوجه وشوفي القطن كي غيخرج لك اختي، راه والله راه خاصك تنطوي مزيان عاد ديري واحد الكريم، ديري سيروم كننصحك، لان بلاتي نوريك السيرومات، سيروم اختي الوجه ديالك عاد ديري كريم، راه ماشي غتقولي غندير واحد الكريم وما بيضاتش ليا وجهي ما عطاتنيش مفعول. من طبيعه الحال الا ما نقيتيش البشره ولا ما قديتيش هذاك البشره ديالك راه ما غاديش تعطي مفعول. واش انتيا كتكون واحد الطنجره بغيتي طيبي فيها واحد المريقه وديك الطنجره طيبتي فيها البارح طيبتي فيها اللوبيا، كتشدي ديك الطنجره كتحطها فوق البوطه وكطيبي فيها اليوم اللحم، لا ما غاديش يجيك ديك المرقه زوينه، خاص ديك الطنجره تغسليها مزيان وتنقيها عاد طيبي فيها مره اخرى باش تجيك مرقه زوينه. فهمتوني الاخوات؟ راه هكاك البشره خاصك اختي تنقيها مزيان باش كديري واحد الكريم وكتعطي مفعول. فهمتوا البنات؟ ها هما السيرومات اللي انا راه كنت بارطاجيتهم معكم، وكانت واحد الاخت قالت لي كنت بارطاجيت معكم هذا، وكاين الصفر اللي واعر البنات يا ربي نلقاه.
البنات للاسف ما لقيتش الصفر. المهم هادو السيرومات الزوينين راه كاينين البنات، انا راني كنجرب حاليا في واحد السيروم. السلام عليكم، كي دايره؟ لاباس؟ الا كيكونوا كاتبين بلغات اخرين. دابا المشكله ديال اكسيو البنات، بزاف الناس ما كيعرفوش هكا لي برودوي ما كيكونوش مكتوبين في فرنسا. انا راه كنقلب على الصبليونيه باش كنقرا البرودوي. المهم ما عليناش الصفر البنات، ما لقيتوش الصفر شي حاجه واعره اللي زوينين البنات هادو. وكاين هاد الكريم هادي اللي كنت بارطاجيتها معكم البنات، الا لقيت التعليق راه غادي نخليه لكم غادي نطلعو. والله الاخوات انا ديما كنشكر هاديكم، راه ما عرفتش فينا هي، راه ما بقاتش البنات، بقات غير هادي بوحدها. والله البنات الا غير هادي بوحدها كطير الاخوات. شوف الكريمات كلهم ما شاء الله محطوطين، الا هادي كاينه غير وحده. شي حاجه زوينه البنات للبشره، راه كتستعملها الاخت ديالي كتصفي البشره. هذه فيها ديال الليل وفيها ديال النهار و95% ناتشور. هذه الاخوات كتبت لي واحد البنت قالت لي والله اختي بشرى الله يرحم ليك الوالدين، الا قالت لي كنستعمل هذيك الكريمه اللي كتستعمل الاخت ديالك، على هذه علاش كتهضر؟ قالت لي زوينه، الا لقيت التعليق ديالها راه غادي نطلعوا باش تشوفوها البنات. عرفتي الزوينه ديالي؟ والله ما شاء الله واحد الريحه هنايا. دابا انا هادو لقيتهم مسدودين، كنت بارطاجيتهم معكم في اكسيو هاد لي بارفان هادو، وحتى في اكسيو ديال طرار لقيتهم مسدودين، وهنا ثاني لقيتهم مسدودين. مشيت عندهم قلت لهم عفاكم راه بغيت نجرب هادي، حلوا لي وحده. والبنات هما جاو حلوها، عرفتي جيت شميتها دابا رشيتها، والليدس كيقول لي الريحه ديالها واعره. وشوف اختي حتى الشكل ديال القريعه كي كيجي، عرفتي علام زوينتها. والثمن ديالها البنات 8.95 كتبقى اختي من الجديد، والريحه ديالها خطيره يا البنات، خطيره. طيروا يا البنات الاكسيو خذوها، والله الا شي حاجه زوينه. عجبتني الريحه ديالها اللي كيف كنقول لكم ديما راه مدخلين ما شاء الله بزاف ديال الجديد هنايا في اكسيو. كاين هاد الريحه هادي تاهي البنات، هادي راه ما غاليهش، هادي غير €95، واخا ما فيهاش الثمن. اختكم بشرى والله تحافظ على الاثمنه. كاين هادي فيها هذا وفيها حتى النوار، النوار ما لقيتوش. هادي اختي راه ايميتاسيون ديال سي البنات، عرفتوا الريحه ديال سي اللي راها غاليه؟ والله يا البنات الا الريحه زوينه، عرفتي؟ ماشي هادي، هاديك البنات، هاديك هاديك هاديك، عرفتي شنو مع هادي؟ تاهي ما لقيتهاش محلوله، لا هي محلوله. هادي الريحه ديالها هادي €95، ما غاديش تقارني €8 ب8 أورو. هادي تاهي ريحتها زوينه، ولكن البنات بيني وبينكم ريحة حمقاتني حمقاتني، وفي دابا واحد الريحه غزاله غزاله. والله البنات الشكل ديالها عجبني، €8.95. شوف البنات، ها هي اختي المتتبعه ديالي مشات كتقلب على دوك الرويحات، واش هذه كديرها في الصاك ديالك؟ ريحتها زوينه سي فغي. ها انتم البنات شوفوا شوفوا المتتبعه ديالي قالت لي بشرى، قالت لي هذه راه ريحتها زوينه ديما، لان هادو البنات كيجيو ها هي. شوفوا البنات قالت لك ديما كنديرها في الصاك ديالي ريحتها زوينه. هكا حبيبه بالصحه والراحه. والثمن ديال هاد البنات راه ما غاليش حتى €99، واه €99. دابا هادو راه كاع لي بارفان كبار كيكونوا دايرين لكم الصغيره ديالها هنايا، فهمتوا البنات؟ هادو كيبقاو رويحات ديال الصاك اختي، كديريها في الصاك ديالك. والبنت ها هي خدات الجات، والله الا خدات الجات، قالت لي ريحتها زوينه بشرى هادي. هادو غير 99 سنتيم البنات، الرخا والرباخا. بغيت نبارطاجي معكم البنات واحد الحاجه، البنات سمعوني مزيان، هذا راه باقي دابا في اكسيو، غير واحد شويه غيبدا الثلج وغادي تبدا الجريحه. والله يا البنات ما بقيتو تلقاو هذا البرودوي هذا، خذيها اختي ليك، خذيها لراجلك، ديري منه ستوك في الدار، هذا راه كينفعكم البنات. هذا اختي فاش كتفيقي في الصباح وكتلقاي داك الزاج متلج وما كتبقايش حال وانت تراسكي فيه باش تحيدي الثلج من الزاج، اختي هذا كترشي عليه غير هذا السبراي هذا وكيمشي البنات الثلج، كيمشي لك الثلج من الزاج، وكتقدري اختي تضيماري بخاطرك. والله يا البنات دابا راه محطوط، من بعد راه ما غاديش يبقى البنات، هذا كيحيد لكم الثلج من الزاج. باش كتفيقي الصباح كتلقاي الطوموبيل متلجه، كترشي عليه البنات على هذا البرودوي هذا على داك الثلج، وكيحيد كاع داك الثلج من الزاج البنات، اللي الثمن ديالو ما غاليش €89. ابخي ما غاديش تلقاوه فاش كيدخل البرد والثلج ديال المعقول، هاد لي برودوي ما كتبقاوش تلقاوهم في اكسيو حيت كيطيروا البنات. بغيت نبارطاجي معكم البنات هاد الكولونات هادو اللي شي حاجه واعره يا الاخوات هنا في اكسيو. هادو اختي راه خوتهم خوتهم البنات كاينين في زارا، لا ديفيرونس ما بيناتهم غير ديال زارا اختي دير €25، وهنا في اكسيو دير €6.99. عرفتي فيهم كاليتي زوينه وكيجيو سخانه البنات وكيجيو طالعين اختي. شوفي ليا كيجمعوا لك الكرش وكيجمعوا لك الجناب، شوف البنات الكاليتي ديالهم كي دايره، شوف الاخوات الكاليتي ديالهم كي دايره. شفتوا البنات شي حاجه زوينه وسخيخنين البنات هاد الكولونات هادو اللي كنصحكم البنات تاخذوهم. عرفتي سخيخنين البنات في هاد البرد هذا، شي كيشكي تيجي الشكل ديالهم واعرين واعرين البنات في هاد البرد هذا زوينين. €25 البنات في زارا، وهنا راه دايرين غير €6.99. فيهم لي طاي البنات، ها هما الاخوات راه فيهم لي طاي.
اللي خاصها هي اختي شي فريتوزات. ثم يا البنات شوفوا ما شاء الله محطوطين الموديلات كاملين هنايا في اكسيون. كنقول لكم البنات جيو غا الصباح غا الصباح البنات. كاينه هذه لا مارك ديال الطيفه اللي ماشي بزاف البنات هذه فاش جابوها، شي حاجه واعره يا البنات. هانتوما كيف كتشوفوا هذه راه كتجي اختي على حساب 6 ديال الناس، كطيبي في اختي على حساب 6 ديال الناس. فيها 8 ديال لي غوسيط. هانتوما البنات كتشوفوا كطيب الدجاج، كطيب المادلين، كطيب لك يعني الباتيسخي، البيتزا، كطيب الدجاج. يعني بحال دابا انت فاش كتبغي طيبي الدجاج كتجيبيها لهنا لهذا البروغرام ديال الدجاج، فاش كتبغي طيبي الحوت كتجيبيها هنا، فهمتوا البنات؟ باش هي كدير لك الطياب ديال الحوت وكدير لك الطياب ديال الدجاج. راه ساهله يا البنات، شي حاجه زوينه اللي الثمن ديالها يا اختي شو فيها حتى ل 200 درجه، الثمن ديالها 79.95 فيها 4.2 لتر، وكتبقى البنات لا مارك ديال طيفال. هانتي اختي شوفي لي الجديد ديال اكسويا البنات اللي اول مره كنلقاهم. هادو البنات زوينين عندي بحالهم، هادو انا باش كيعجبوني هادو بحال كتبغي طيبيها كديري غراتان، المهم اي حاجه بغيتي طيبيها في الفران كديري كل واحد والبلا ديالو بحال هكا كتدخليهم، وفاش كتبغي تقدمي كتقدميها بحال هكا فهمتي، يعني ماشي كتقدميها كومسا البنات. والله الا شي حاجه زوينه كاين هاد الموديل هذا كتجي اختي شويه كبيره فهمتوا البنات، راه فيهم اللوينات وكاين فيهم جوج ديال الموديلات، كاين هذه كتجي شويه بحال غاديه مستطيله وهذه لا فهمتوا البنات، هذه كتجي بحال الشكل ديال كويميلا دايره صغيره زوينه الاخوات. في اليوم انا عندي البنات كنبغي ندير هكا، كندير لوليداتي بحال دابا كندير كل واحد كندير له وحده بحال هذه فهمتوا البنات، وكندخلهم هكا الفرن وكنحطهم لهم. والله ماشي الا زوينين، الثمن ديالهم €99 وفيهم اختي اللوينات. وحاطين هادو البنات كيديرين واحد الدجه كبيره ما شاء الله يا البنات. هادو ديال كيجيو ثلاثه البنات، كيجيو قريعات وكتجي البنات على هذا الشكل هذا، يعني كتجي ديك الطبيله فيهم، وكاين البنات فيهم حتى هاد العويشقات الصغار باش كتهزي. عرفتي دايرين دجه كبيره ما شاء الله يا البنات، كديري فيهم هكا لي زيبيس، تقدري اختي تحطيهم هكا ديري فيهم لي تيزان، يعني هكا بحال اللي كيشرب اللي كيشرب كيكون البنت هكا ديريها اللويزه، ديري فيها فهمتوا البنات الشاي الاخضر كل شنو كيشرب، يعني ديري فيهم اي حاجه البنات. الشيء اللي بغيت نقول لكم اللي كيبقى الشكل ديالهم غزال وكيبقاو من الجديد، والثمن ديالهم €2.59. كاين البنات حتى هاد البلاطو هذا اللي كيجي فيه 3 ايطاج راه ما شاء الله مدخلين البنات بزاف اختي ديال الجديد هنا في اكسيون. هذا البنات الثمن ديالو €5.95 فهمتوا البنات، يعني كتقدمي فيه اي حاجه اللي كيجي الشكل ديالو غزال ما شاء الله. كاين حتى هذا البلاطو هذا اللي كيجيو فيه 3 ديال الزليفات على هذا الشكل هذا، تقدمي فيهم الزيت وتقدمي فيهم دي صوص دي فخواسك اي حاجه البنات، اللي الثمن ديالهم €4.95. هانتوما يا البنات وشوفوا لي الجديد ديال اكسيون. هانتوما البنات فيها ما شاء الله 13 البنات 13 سوبيرا، شوف الشكل اختي كيجي، كاين فيهم الكري راه كيجي الباك على هاد الشكل، فيها اختي السوبيرات دايرين، فيها السوبيرات مربعين وفيها السوبيرات صغار، وفيها حتى هاد السوبيرات البنات اللي كيجيو هكا مستطيلين. شو البنات فيهم 13 سوبيره، يعني من الصغيره حتى الكبيره كيجيو على هاد الشكل هذا. اختي هذا سيرفيس كامل يكون عندك هكا، كيتشاط لك شي حاجه كتبغي ديريها في الثلاجه ولا اي حاجه اختي بغيت تخزنيها في الثلاجه. اول مره كنلقاهم اختي هنا في اكسيون اللي الثمن ديالهم €6.95 13 سوبيره يا البنات. هاد الموديل هذا اللي كنت بارطاجيت معكم اخر مره، هذا كيبقاو فيه 7 ديال السوبيرات من الصغيره حتى الكبيره، راه ما شاء الله البنات هادشي راه ما غاليش هنايا في اكسيو الاخوات، راه كيبقى ثمن مناسب. كاين حتى هادو هاد الموديلات هادو بحال هادي كديري فيهم هكا لي بات، ديري فيهم اختي العدس، ديري فيهم اللوبيا، وخصوصا يا اختي هادي وقت العدس واللوبيا اللي كيبقاو ما غاليينش. كاين هذا الموديل هذا راه كيزلك حتى 2.3 كيلو €4.95. كاين هذا الموديل هذا كيجيو زويونين، عرفتي البنات راه دي بواط زوينين واختي كينظموا لك والله هي البنات، وراه ما غاليينش هنا في اكسيو. والموديل اختي اللي بغيتيه تلقاي، كاين حتى هذا الموديل هذا كيجيو فيه شحال هذا اختي انا نقول لكم 4 ديال السوبيرات زوينين، هادو دير فيهم اي حاجه ديال الثلاجه €3.29. كاين هذا الموديل هذا راه البنات بزاف ديال الموديلات، هذا اختي شحال فيه، فيه جات 99 سنتيم. هانتوما البنات جوج ديال السوبيرات 99 سنتيم، الرخا والرباخه. وجينا يا اختي هنايا نشوف واش كاين اختي شي جديد في البلاطويات، لقيتهم حاطين هادو البنات اللي كيجيو زوينين الشكل ديالهم غزال. هادو اختي ديريهم هكا تحطي فيهم ديكورات، كيجي ايطاجيغ زوين كما تقدري تحطيهم في الكوزينه وديري فيهم اختي اي حاجه زوينين. الثمن ديالهم الثمن ديالهم هنا €95 البنات، الشكل ديالهم غزال. لقيتهم جايبين هاد المرايات هادو اللي شي حاجه زوينه الاخوات، شوف ما شاء الله الثمن ديالهم بوشرى اختي ربي يحفظك، الثمن ديالهم €3.99 ربي يحفظك الزين. وكاين البنات ربي يحفظك الزين، وكاين هاد المرايا البنات اللي اول مره كنلقاها، شوف البنات زويون الديكور ديالها واعر، اول مره كنلقى هاد الموديل هذا. ضحكتني هاد الاخت هادي قالت لي عجبوني هادو كون غير كانوا في الدوغي، قلت لها راه كاينين في الدوغي راه غير كيطيروا. الثمن ديالهم €3.99 كيبقاو زوينين.
المهم حاطين هادو، حاطين هادو ديال الشمع اللي كيبقاو زوين نجد الاورو 49. كيلبنا حتى هاد الموديلات هادو اللي كيعجبوني انا. كيف كنقول لكم ديما راه ماشي غير حك هما قال لك ديال الشمع حتى انت تستعمليهم للشمع، راه تقدري دير فيهم اي حاجه البنات اللي كيبقاو زوينين. الثمن ديالهم 3.99 اورو. كاين هاد الموديل هذا وكاين هاد الموديل هذا البنات، شفتوا كيجي الشكل ديالهم غزال هادو الاخوات، فهمتوا؟ ما شاء الله كيف كنقول لكم ديما جيو غير الصباح بكري راه ما شاء الله. كاين هاد البلاطويات هادو اللي كيبقاو حتى هما من الجديد ديال اكسيون، فيهم جوج ديال لي بيس 8.98 اورو. حاطين البنات هادو حتى هما زوينين 3.98 اورو. فهمتوا؟ كاين هادو هادو عندي البنات والله العظيم الاخوات الا شحال هذا شحال، عرفتي راه ما صدت ما حتى حاجه البنات، غير حافظوا عليهم. هادي ديال المشوارات شي حاجه زوينه اللي الثمن ديالها اختي 2.98 اورو. وزونه ديالي كنتمنى يا ربي هذه جولتنا الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش على اختكم بشرى بواحد جيم او واحد الكومونتير زوين بحالكم يا احلى اخوات واحلى متتبعات. وكنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله.